عم جرجس، عم جرجس. ايوه مس اميره. ايوه ايوه مس اميره، تحت امرك، اي خدمه. والنبي يا شيخ تاخد السكوتر ده عندك لحد اخر اليوم. ايوه مس اميره، انت عارفه المديره مانعه اي حد يركن في الباركنج بتاع المدرسه. بقول لك خبيه. وفريدي شافته، اعمل ايه؟ دي فيها اذيه عليا. حطه ورا اي اوتوبيس. امسك امسك، سيبيه بقى وما تقلقيش عليه. نهارك ابيض يا راجل يا طيب. انا عملت كده عشان انت ست طيبه بس. ها طبعا عارفه. سيبهولي بقى. تقول لي يلا. ده يا فندم ملف القضية اللي كان ماسكها زميلنا حاتم قبل ما يسافر. القضية دي يا فندم ما ينفعش تأجل تاني خلاص، ولازم حضرتك تاخد فيها قرار. تمام، هراجعها وأقول لك. استنى يا نادر. ألو. أيوه. 10 دقايق وننزل لكم. ماشي. أنا عايزك في حاجة تانية يا نادر. اتفضل يا فندم، أمر. من ناحية الأقدمية أنت مش أقدم واحد هنا. لكن من ناحية الكفاءة فأنت أحسن واحد عندي. مراد بيه دي شهادة كبيرة عندي والله، كتر خيرك. لا ده حقك يا نادر. شوف أنا تعبت قوي وأنا بعمل المكتب ده. 35 سنة شقة، من ساعة ما كان أوضة في شبرا لغاية ما بقى مكتب من أكبر مكاتب المحاماة في مصر. عشان كده بقى يا أستاذ أنا عايزك تمسك المكتب ده من أول الشهر الجاي. أنا؟ إيه؟ عندك مانع ولا إيه؟ لا لا يا فندم، بس بس إيه؟ أصل هو الحقيقة مراد بيه يعني أنا ما أعتقدش إن أنا أفضل حد هنا في المكتب من ناحية الإدارة يعني. فأنا الحقيقة متخوف بس من إنه يعني. ما تقلقش يا نادر، أنا هبقى جنبك ووراك. وبعدين ما تفتكرش ان اختياري ليك مبني على شهادات اداره وكلام الفارغ. لا لا، انا ليا نظره برضو. يلا يا استاذ، ان شاء الله تملى مركزك وتبقى افضل مني كمان. مبروك. الله يخليك. ميرسي، كتر خيرك. خلي بالك مس سوسن، لو شافتك وانت بتحط السكوتر عند عم جرجس هيبقى في مشكله. سيبك منها. طيب على فكره انا رايح النادي اللي قلت لك عليه بعد المدرسه، هبقى اظبط الدنيا هناك واقول لك. المشوار كبير عليا قوي يا ستي، ما تقلقيش. صباح الخير. صباح النور. اتفضلوا. ميرسي. اميره جولدن ولا سيلفر؟ دي بمناسبه ايه؟ دي يا حبيبتي بمناسبة خطبتي على مدحت. والله مبروك. الله يبارك فيكي. يعني قلت انت برضو زميلتنا ومش معقول يعني اسمع كل حد وانت لا. هو مدحت راح للدكتور. دكتور؟ انت ما تعرفيش؟ اصل مدحت كان بياخد حاجات وحشه قوي على صحته، الحبايه الزرقاء والحبايه الذهبيه. بس طالما هتتجوزوا يبقى اكيد راح للدكتور. انت صافي على فكره. ما انا خلعته ليه؟ خلعتي؟ انت كياده على فكره. داخله فاكره نفسها هتحرق دمي على مدحت بالشوكولاته، عايزني اقول لها ايه والنبي؟ هو انت فعلا خلعتيه عشان كده؟ اكيد طبعا لا. امال عشان ايه؟ عشان مش عارف هو عايز ايه. يعني ايه مش فاهم؟ راجل ما عندوش طموح، دايما بيفرط في حقه. زي ما بقول لك. انت شفته تاني؟ لا ابدا ما حصلش. الف مبروك يا انجي، ربنا يتمم لكم على خير. شكرا. مدحت عايزاك. طب بعد اذنكم. طب انا حدي عليك نكمل موضوعنا. خير؟ الاميره خلعتك. بجد يعني كان لازم تعزموني على الحفلة دي، شكلها كانت حلوة قوي. مش أنا يا بنتي اللي ما عزمتكيش، هو اللي ما عزمكيش. إزاي ما عزمتنيش؟ فاتكيش حاجة. أنت بتعمل إيه؟
بتفرج. وريني كده. ايه ده؟ دي ميس اميره. انت مسؤول فيها. ميس اميره ازاي؟ ما نعرفش، فجاه لقيناها هناك برضه اتصدمنا نفس الصدمه دي. ما تهزروش يا جماعه. احنا عايزين ناخد درس يا راجل. درس ايه ده؟ شوف هي بتدي ايه واحنا. انا جاي برضه بالظبط. ممكن باليه. اي حاجه والله. ايه دي عملت لك كونفيرم؟ وانا اي حد انت؟ لا ده انت مصايب. جت الحفله الجو ده يعني الافجر من ده. في النهارده عيد ميلاد واحده اسمها رضوى احمد وهي عامله جوي. خلاص يا جماعه احنا عرفنا احنا رايحين فين النهارده. لا انت ايه يا مين احنا؟ انت مش جايه معانا. ما انا هاجي معاكم كده. بقت صاحبتنا ده بقى. لا فجاه بقيتي معانا. ده الحلو منه هو ده بقى. لا لا عادي هنروح. الباليه جميل. الباليه جميل. وريني بس فاكس رضوى. يلا يلا ما نكسلش. يلا 7 مور بس. يلا ريما فين انت؟ قلت لي انت ده انت تهبلتي. نزل ايدك واحترم نفسك. انا برضو اللي احترم نفسي. انت عايز ايه دلوقتي؟ مش خلاص اتطلقتي؟ انت اللي عايزه ايه؟ عايزاك دلوقتي حالا تمشي من وشي. احنا بطلنا ليه يا اولاد؟ يلا من اول تاني. انا نفسي بس اعرف انا عملت لك ايه. المشكله ان انت ما بتعملش حاجه خالص. وبدل ما تهز طولك وتيجي تقول لي الكلمتين دول، روح قولهم للكتكوته بتاعتك. قول لها بتستفزني في الكلام ليه؟ حطاني في دماغها ليه؟ انت عارف كويس قوي انا عمري في حياتي ما ابتديت الغلط مع حد. وتفضل اتفضل. بطلنا ليه؟ يلا من الاول تاني. الله 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 الله. معقول كده؟ ايه يا حسين انت تكلم نفسك على الصبح ولا ايه؟ السنارة غمزت يا سليم بيه. يا عم السيارة على الصبح. ماتيريال الكاميرات بتاعتنا في الحفلة خيراته كتيرة قوي. لا بستنى بقى ما اجيلك. تعال اتفرج معاك. ده كلام يا جماعة. استغفر الله العظيم. واضح انك المرة دي بقى مركز جدا. اه طبعا. اتفضل يا باشا اتفضل. لا 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 سبت حلوة قوي قوي. يا خسارة الجمال لما يمشي شمال. طب بذمتك بقى مش عيب قوي اللي الراجل بيعمله ده؟ هما الاثنين عيب. وعلى فكرة الاثنين هيروحوا النار. طب انا عايزك تحدد لي ميعاد مع جده. جده اللي بيلعب كورة؟ لا جده اللي بيلعب في الشمال. غدا ولا عشاء؟ انا بقول غدا احسن لانه عشاء هتلاقيه مش فاضلنا اصلا. ربنا يديله الصحه بقى. والميعاد بخصوص ايه يا باشا؟ مش الراجل ده عنده توكيل سيارات؟ عنده. واحنا كده كده محتاجين 10 اتوبيسات للشركه. محتاجين جدا. انا عايز بس اديله الفلاشه احسن الفيديو ده يقع في ايد حد ابن حرام يستغله ضده. تصدق فعلا. طيب والاتوبيسات دي هنجيبها بالقسط المريح طبعا. ما اعتقدش راجل محترم زي ده بعد الخدمه الكبيره اللي هعملها معاه انه يطلب مننا فلوس. ده انا بستره. شيرين بيه على فكره انت مليان قوي. مليان خير قوي. حبيبي يا حسين. حبيبي يا سليم بيه. بتحبني يا حسين؟ انت لسه بتشك في حبي؟ لا بتأكد بس رقبتي.